ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي هذا اللقاء معكم في هذا المسجد المبارك، مسجد ابن عباس بمدينة الطائف، وذلك بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء 12 من شهر رجب من عام 26 و400 من الهجرة، في محاضرة بعنوان شبهات حول التوحيد. وقد أدرت هذه المحاضرة على ثلاثة محاور. المحور الأول في شرح عنوان المحاضرة وبيان المراد منه. المحور الثاني في بيان الضوابط التي ينبغي أن يراعيها من يتكلم في مثل هذه الموضوعات، وهي موضوعات الرد على الشبهات. المحور الثالث في بيان شبهات حول التوحيد. إذن هناك ثلاثة محاور تدور عليها هذه المحاضرة، وإليكم بيانها. المحور الأول يتعلق بشرح عنوان المحاضرة. عنوان المحاضرة شبهات حول التوحيد. ما معنى الشبهة؟ الشبهة في اللغة العربية جاءت من كلمة الشبيه والشبه. يشبه هذا الأمر، هذا الأمر شبها يحدث لبسا عند المشاهد أو الناظر. إذا اشتبهت الأمور التبست، إذا اشتبهت الأمور التبست. فأصل الشبهات من الشبه، هذا الأمر يشبه هذا الأمر وهو شبهه، مما يؤدي إلى وقوع اللبس. من هنا جاء اسم الشبهة، وهي الأمر الذي يلتبس بالحق، الأمر الذي يلتبس بالحق فيظنه صاحبه حقا وهو ليس بحق. يأتي بأمور يظنها من العلم ويظنها من الدليل، فيقول هذه تساند ما أنا عليه، وهي في الحقيقة من الشبه. إذن شبهات جمع كلمة شبهة، والشبهة مأخوذة من الشبه. تقول هذا الأمر يشبه هذا الأمر، أي بينهما شبه، وهذا الشبه قد يحدث بين الأمرين التباسا لمن لم يميز بينهما. هذا الأمر قد يحدث التباسا بين الأمرين لمن لم يميز بينهما. إذن الشبهات الأصل فيها الشبه، وهي من الالتباس بين الأمرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. بينهما أمور مشتبهات، أي أمور تشتبه فتظن من الحلال أو تظن من الحرام، وهي ليست كذلك. قال
لا يعرفها كثير من الناس أو لا يعلمها كثير من الناس، فأفاد بمفهوم المخالفة أن هناك قليل من الناس من يميز هذه الشبهات، وهم العلماء، وهم العلماء. وفي القرآن محكم ومتشابه، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ففي القرآن آيات محكمات وآيات مشتبهات. الآيات المتشابهات هذه آية في القرآن الكريم معناها المراد شرعا لا يعرف منها إلا بردها على غيرها، والآية المحكمة هي معناها المراد شرعها منها نفسها. ولذلك قال العلماء: المحكم من النصوص ما لا يحتاج في الوقوف على المراد الشرعي منه إلى غيره، والمتشابه هو النص الذي يحتاج في معرفة المعنى المراد منه بأن يرد إلى غيره. إذن شبهات حول التوحيد يعني أمور تلتبس على أكثر الناس حول التوحيد، شبهات يعني أمور يحصل فيها التباس. وهذه الأمور التي يحصل فيها التباس على نوعين، منها النوع الأول ما يحصل بسبب الجهل وقلة العلم وقلة المعرفة، فقد يحصل من شخص أن يقع في التباس في فهم الآية أو في فهم الحديث، ويكون عنده هذا المعنى معنى مشكل، والسبب قصور في العلم لديه، والسبب قصور في العلم لديه. وقد يطرأ هذا لأي مسلم، تشتبه عليه أمور، تحدث عنده أشياء يظنها حق وهي ليست كذلك، وقد يظن أمور باطل وهي حق، هذا حاصل لكل مسلم. إذن هذا النوع الأول من الشبهات، وهذا يحصل لأغلب الناس، يرد عليهم موارد مثل هذه الموارد. النوع الثاني من الشبهات، الشبهات التي تنطوي على سوء القصد وسوء النية واتباع الهوى وتقديم العقل والهوى على الدليل وعلى النص. وأصحاب هذه الشبهات هم الذين يصفهم العلماء بأنهم أهل البدع والأهواء، الذين تستبين لهم الأدلة وتتضح لهم الحجج ومع ذلك يصرون على الباطل الذي لديهم. أهمية كشف الشبهات، أقول كشف الشبهات وإزالتها من الفرائض على العلماء، جنسها جنس كشف الشبهات من الفرائض، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والقيام بكشف الشبهات والرد على المخالفين والرد على المناوئين للإسلام باب من أبواب الجهاد. إذا الجهاد كما يكون ببذل النفس وكما يكون بالمال، يكون أيضا باللسان ببيان الحجة والبرهان لأقوال أهل الحق في مقاومة أهل الباطل. الشطر الثاني من العنوان كلمة التوحيد. ما معنى التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا معنى التوحيد. من وحد يوحد فهو موحد، أي هو مفرد. والتوحيد أن تفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، يعني في أنه الخالق الرازق المدبر الذي ينزل المطر، الذي يحيي، الذي يميت، الذي يدبر الكون جميعه. توحيد الله بأفعاله، هذا إفراد الله بالربوبية. فلا يشارك الله أحد في تدبير الكون،
لا يشارك الله سبحانه وتعالى أحد في تدبير الكون. ولذا كان من الشرك وكان من الكفر في الألفاظ أن تنسب إلى شيء من مخلوقات الله تدبير الكون، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام مع الصحابة مرة في الحديبية على سماء أي على مطر، فلما أصبح الصباح قال للصحابة على مكانكم، أما سمعتم ما قال ربكم البارحة أو أما علمتم ما قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجوم، وأصبح من عبادي مؤمن بالنجوم وكافر بي. أما من قال أمطرنا الله فقد أصبح مؤمنا بالله كافرا بالنجوم، أما من قال أمطرنا نوء كذا وكذا فقد أصبح مؤمنا بالنجوم كافرا بالله. ليش سمى كفر؟ لأنه نسب إلى الأنواء وإلى النجوم التصرف في شيء من هذا الكون. فمن نسب شيء من التصرف في هذا الكون إلى مخلوق من المخلوقات فقد أشرك في توحيد الربوبية، ولم يأتي بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بأمر الخلق والإحياء والإماتة إلى آخر أفعاله سبحانه وتعالى. إفراد الله بالألوهية، والألوهية من أله يأله أي تعبد. والشاعر العربي قبل الإسلام يقول لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني تعبدي. فالتأله هو التعبد، ومعنى توحيد العبودية توحيد الألوهية أي إفراد الله بالعبودية. فلا تعبد إلا الله ولا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فالله وحده هو المستحق أن يعبد دون سواه. لا تصلي من أجل أحد، فأنت إذا صليت من أجل فلان أو علان فأنت قد أشركت رأيت. لا تتصدق من أجل الناس، لا تزكي من أجل الناس، لا إنما تفعل ذلك لله. في الجهاد الرجل يقاتل ليقال أنه شجاع، الرجل يقاتل للغنيمة، الرجل يقاتل ليقال أنه صاحب جرأة، الرجل يقاتل من أجل القبيلة، كل ذلك ليس في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فتثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أثبت لله ذاتا ليست كالذوات ووجودا ليس كالوجودات، فاثبت لله صفاتا ليست كالصفات. كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا معنى توحيد الأسماء والصفات. إذن عنوان المحاضرة شبهات حول التوحيد، أي أمور تلتبس على الناس، على بعض الناس أو أغلب الناس في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا معنى عنوان المحاضرة، أمور تلتبس. ليس من شرط الشبهة التي نذكرها إذا كانت موجودة عند أي أحد ليس معنى هذا أن هذا الشخص رجل سوء أو رجل سيء، لا، لأنه ذكرنا أن الشبهة على نوعين. نوع منها ينتج بسبب غموض في النص، بسبب غموض في الدلالة، بسبب بعد في المعنى، بسبب قلة علم وقلة دراية، فقد يحصل هذا لأي إنسان. ونوع منها لا، إنما يحصل بسبب اتباع الهوى وترك الصراط المستقيم الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنف الثاني من الشبه من علامات أصحابه أهل الأهواء والبدع
أنهم لا يذعنون للحق وللدليل، ومن علاماتهم أنهم يغالطون أهل الحق، ومن علاماتهم أنهم لا يجرون على سنن السلف الصالح في الاستدلال، ومن علاماتهم أنهم لا يلتزمون بأدب الحوار، ومن علاماتهم أنهم إذا حاوروا أو ناظروا إنما كان مقصودهم إسقاط حجة الخصم لا إثبات الحق كما هو. هذا ما يتعلق بالمحور الأول، وهو شرح عنوان المحاضرة. إذن عرفنا ما المقصود في هذا اللقاء. النقطة الثانية أو المحور الثاني، ما هي الضوابط التي ينبغي أن يراعيها من يتكلم في مثل هذه الموضوعات؟ رد الشبهات. هل الكلام في رد الشبهات كالكلام في أي موضوع، أو أن للعلماء رحمهم الله من السلف الصالح ضوابط لا بد من مراعاتها عند الكلام في مثل هذه الموضوعات؟ والجواب نعم، هناك أمور لا بد من مراعاتها عند من يتصدى لرد الشبهات، وضوابط لا بد من الالتزام بها لمن يتصدى للتحاور ورد الباطل الذي يذيعه أهل الباطل. أهم هذه الضوابط ما يلي: الضابط الأول أن لا يورد من الشبه إلا ما هو واقع بين الناس. لا تتكلم مع الناس في شبهة هم لا يعرفونها، فإن هذا من باب إشاعة المنكر، هذا من باب إشاعة المنكر. إذن لابد أن تنتبه لهذه القضية، أن لا تتحدث مع الناس في شبهة لا يعرفونها. وهذا الأصل قرره علماء السلف، فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا جاء سائل يسألهم عن مسألة فقهية يقولون أوقعت؟ فإن قال السائل لم تقع قالوا اذهب حتى تقع ثم تعال واسألنا. فإذا كان هذا حالهم في مسائل الفقه فما بالك في مسائل العقيدة. ولذلك الإمام مالك وصف الذي جاء يسأله عن أمر الاستواء أنه صاحب بدعة، لأنه سأل عن موضوع ما خطر لأحد، لم يسأل عنه أحد قبله. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول وأنت صاحب بدعة. ما وجه كونه صاحب بدعة؟ لأنه سأل عن أمر لم يشع بين الناس، ما أحد يعرف هذا الموضوع يتكلم فيه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ما معناه، أن هذه الأسئلة وهذه المباحث التي يثيرها هؤلاء من الجهمية والمرجئة وغيرهم لم تكن شائعة بين السلف، فإحداثها والكلام فيها خروج عن منهج السلف في أنهم ما كانوا يتكلمون عن الشبه إلا إذا حصلت ووقعت. الضابط الثاني في الكلام في مثل هذه الموضوعات، أنك إذا تكلمت عن الشبهة لا تبسطها في الشرح ولا تبسطها في البيان والاستدلال. كانوا يكرهون ذلك، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له ما معناه إن الرجل يذكر الشبهة ويرد عليها، أترى ذلك؟ قال: لا. لما؟ قال: أخشى أنه إذا ذكر الشبهة علقت في قلب أحدهم ثم يأتي رده ضعيفا فلا يزيلها، ثم يأتي الرد ضعيفا فلا يزيلها. والسبب بسط وشرح الشبهة. الضابط الثالث لمن يتكلم في أمر الشبهة أن لا يؤخر الرد. إذا أورد الشبهة يورد معها الرد. ولذلك ذم العلماء كتاب الرازي في التفسير، فخر الدين الرازي المعروف بالخطيب الرازي، ذموا كتابه لأمور، ومن ذلك قالوا يأتي بالشبهة نقدا وبالرد نسيئة. ليش؟ إذا جاء يذكر شبهة يذكرها ويستدلها ويبسطها، حتى هو قال عن نفسه: لما أذكر قول المخالف أبسط الدليل له
حتى لو أراد هو أن يستدل لنفسه ما استطاع أن يأتي بالزيادة عما أتيت له. فإذا جاء للرد يضعف ويقول سيأتي الرد عند قوله تعالى كذا أو في الموضع الفلاني كذا أو في الكتاب الفلاني كذا، فيأتي بالرد، فيأتي بالشبهة نقدا وبالرد نسيئا، ذمه العلماء لذلك. وهذا الضابط الثالث ينبغي أن يراعيه من يتكلم في أمور الشبهات ومحاورة أهل الباطل، أن لا يورد الشبهة بدون رد. أيضا من منهج السلف رضوان الله عليهم في الرد على الشبهات أنهم يهتمون عند رد الشبه أن يبطلون أدلة أصحاب الشبه التي يستدلون بها من القرآن والسنة أكثر من اهتمامهم بالأمور العقلية. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل لما ناقشه ابن أبي دؤاد وسأله عن قضية خلق القرآن كان يقول إن كانت لديكم آية أو حديث آتوا بها لأبين معناها، أما ما عدا هذا لا أجيب. ولم يكن هذا من الإمام أحمد قصورا منه في المحاورات العقلية والكلامية، ولكنه كان التزاما منه بالواجب على المسلم، وهو أن يقتصر في مثل هذه المواضع على دلالة الكتاب والسنة، وأن الواجب على العالم أن يبين معنى الآية ومعنى الحديث إذا حصل فيها التباس عند الناس، وهذا كما ذكرنا على الكفاية، واجب على الكفاية. الضابط الخامس من منهج السلف أنهم يهتمون في كتبهم بالرد على هذه الشبه، ولهم في الرد طريقان. الطريقة الأولى أن يفردوا للرد كتابا خاصا بموضوع المسألة، مثل كتاب خلق القرآن، خلق أفعال العباد للإمام البخاري، مثل كتاب الرد على الجهمية والزنادقة فيما استدلوا به من القرآن والسنة، مثل كتاب الدارمي في الرد على بشر المريسي ونحو ذلك من الكتب. الطريقة الثانية وهي الأكثر عندهم والأوسع والتي يطيلون فيها أنهم إذا ألفوا في المنهج العام في الإسلام يأتون أثناء هذه المؤلفات بتبويبات وتراجم يشيرون فيها إلى رد هذه الشبه وإبطال أقوال هؤلاء المخالفين، كما ترونه في الجامع الصحيح للإمام البخاري وفي الجامع الصحيح للإمام مسلم وفي الجامع وفي سنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود وغيرها من كتب أهل الحديث. أثناء التبويبات تجدون إشارات إلى هذه الردود والكلام فيها. فكتب الردود من المصادر الأساسية لكشف مثل هذه الشبه، وطالب العلم ينبغي أن تكون له عناية بمثل هذا الموضوع، بمثل هذا الموضوع، لأن كتب الردود تبين لك الحق وتبين زيف الباطل، وبضدها تتميز الأشياء. المحور الثالث شبهات حول التوحيد، وشبهات كلمة في اللغة العربية نكرة، فأنا سآتي ببعض الشبه، واستيعاب الشبهات أمر طويل، فهناك شبهات تتعلق بتوحيد الربوبية، وهناك شبهات تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهناك شبهات تتعلق بتوحيد الألوهية، ولكن نحن سنقتصر على 7 شبهات فقط لا غير، ونرد عليها ردود إن شاء الله واضحة، لأن هذه الشبهات تتعلق بتوحيد الألوهية، ولأنها هي الشائعة بين الناس، وكما ذكرت قبل قليل لا يلزم من شيوعها بين الناس أن يوصف الناس بأنهم أهل أهواء وأهل ضلالات وأهل بدع، لأن هذه أشياء قد يقع فيها اللبس بسبب غموض في اللفظ، بسبب غموض في المعنى، بسبب احتياج هذه الموضوعات لمزيد من العلم والتخصص. فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونذكر هذه الشبهة. الشبهة الأولى
قالوا عن أهل السنة والجماعة: تقسيمكم للتوحيد بدعة. قالوا تقسيمكم للتوحيد بدعة. آتوني بكلام أحد من السلف قسم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفة. والجواب عن هذه البدعة أن نقول هذا التقسيم الذي قسمه العلماء قديم، من أيام ابن مندى، ومن أيام أبي نعيم، ومن بعده، بل من أيام ابن خزيمة قسموا مثل هذا التقسيم، وذكروا مثل هذا التقسيم. وهذا التقسيم للتفهيم والتعليم، للتفهيم والتعليم، لا للمغايرة، لا للمغايرة، لا لبيان أن هذا التوحيد، توحيد الربوبية بمفرده هو المراد شرعا، لا، أو توحيد الأسماء والصفات بمفرده هو المراد شرعا، لا، إنما تقسيم من أجل أن يتعلم الناس ما يتكون منه التوحيد الشرعي. كما يقول الناس مثلا: الإنسان جسد وروح. الروح فقط ليست إنسان، والجسد فقط ليست إنسان، إنما الجسد والروح هي إنسان. فلم يلزم من هذه القسمة قيام حقيقة الإنسان بأحد القسمين دون الآخر. كما يقول أيضا بعض الناس: الماء مركب من هيدروجين وأكسجين، HO2، من هيدروجين وأكسجين، لكن لا توجد حقيقة الماء إلا بمجموع هذا الأمر، الهيدروجين والأكسجين، بمفردها هيدروجين لحال وأكسجين لحال. فهذه القسمة لا يقصد بها المغايرة، إنما يقصد بها بيان ما يتركب منه التوحيد المراد شرعا. فإذا كان هذا الذي يعتقد أن هذه القسمة بدعة، فنقول له: أنت أيها الأخ، ما هو التوحيد عندك؟ فإذا قال: التوحيد عندي هو الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فنقول: خلاص، لا اختلاف بيننا وبينك، أنت جعلت التوحيد شيء واحد لا يضر، ما دام أتيت بجميع هذه المعاني 3. ولذلك العلماء من أهل السنة والجماعة لم يجعلوا التوحيد دائما 3 أقسام، تجدهم في بعض المرات يجعلونه قسمان، يجعلون توحيد الأسماء، يجعلون التوحيد قسمين: القسم الأول التوحيد الطلبي، والقسم الثاني التوحيد العلمي. فالتوحيد العلمي يشمل معنى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي معنى توحيد الألوهية. وتجد بعضهم يجعل التوحيد قسما واحدا، وعليه نقول: هذه القسمة لأنواع التوحيد إلى أقسام 3، أو إلى قسمين، أو إلى قسم واحد، لا حرج فيها. ما تبغى تقسم التوحيد لثلاثة أقسام، ما في مشكلة، ما دام أثبتت المعاني المقصودة، وأن التوحيد عندك لابد أن يشتمل على هذه الأمور 3. فما دام التوحيد عندك توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، انتهينا، ما دام هو من مجموعة هذه 3، وتريد أن تجعل هذه 3 شيئا واحدا، لا مانع. إذن هذه القسمة اصطلاحية محضة، استخرجها العلماء من الاستقراء لآيات القرآن والسنة. إنما المشكلة ممن يقول قسمة التوحيد إلى 3 أقسام بدعة، ويرى أن التوحيد نوع واحد وهو توحيد الربوبية مثلا، أو يرى أن التوحيد نوع واحد وهو توحيد الأسماء والصفات مثلا، هنا تأتي المشكلة. إذ هذا الذي يقول هذا الكلام، نقول له: أنت أخطأت في هذا الذي ذكرته، فإن التوحيد يتركب من هذه المعاني 3، من هذه المعاني 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأنت حينما تقتصر على نوع واحد فقد خالفت ما ذكره لك الله سبحانه وتعالى من أن التوحيد هو مجموع هذه الأمور 3، هو مجموع هذه الأمور 3. والدليل أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن
الله. هم يقرون بأن الله الخالق الرازق، يقرون بهذا، لكن المعركة حصلت في إيش؟ في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. هنا حصلت المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم. فإذا أنت أثبت أن التوحيد فقط هو الربوبية خالفت ما جاء به القرآن. بل أهل التواريخ ينقلون عن العرب أنهم كانوا في جاهليتهم يحجون ويلبون، ومن تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنهم قالوا وما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه المستحق للعبادة، ولكن يصرفون شيئا من العبادة لهذه الأصنام ولهذه الآلهة التي يتخذونها من دون الله. فإذا أنت لم تقر أن التوحيد هو مجموع هذه المعاني الثلاثة، فمعنى التوحيد عندك باطل، ليس هو المراد الشرعي. ارجع إلى النصوص الشرعية، ارجع إلى العلماء وكلام العلماء، وصحح عقيدتك في هذا الباب. الشبهة الثانية أن بعض الناس يظن أن التوحيد هو مجرد تقرير أن الله موجود وأن هذا هو الإيمان، فقط تقرير أن الله موجود، حتى يذكرون أن الإيمان الشرعي هو الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. وألف بعضهم في ذلك كتب، جمع مقالات العلم يدعو إلى الإيمان، ومنها كتاب الله يتجلى في عصر العلم. وهذا في الحقيقة التباس عظيم وخطير. ليس محور الكلام في التوحيد هو فقط تقرير أن الله موجود، فإن كفار قريش كما ذكرنا لكم يقرون أن الله موجود، إنما المعركة مع كفار قريش في تقرير أن الله هو المستحق وحده للعبادة دون سواه. وهذا هو الذي جاء به الرسل، والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن اعتراضات الكفار على الأنبياء أجعل الآلهة إلها واحدا. فلما تقول أن التوحيد هو مجرد الإقرار أن الله موجود، أقول لك لا، هذا انحراف عن الطريق، ليس هذا المقصود. وهنا تعلمون خطورة بعض البرامج وبعض الكتب التي تقرر أن الإيمان هو مجرد الإقرار بأن الله موجود، الإقرار بأن الله موجود، وهذا خطأ، هذا صرف للموضوع عن حقه، صرف للموضوع عن وجهه. ليس التوحيد وفقط الإقرار أن الله موجود. تجد بعضهم يعمل كتاب، يعمل محاضرة، يعمل برامج، يعمل كذا فقط لتقرير أن الله موجود، وكأن المعركة وكأن الموضوع الأهم هو فقط تقرير وجود الله. لا، ليست هذه القضية. الكفار، بل الله ركز في جميع الخلق فطرة الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والله عز وجل يقول إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال العلماء ولم يسمى الكفر كفرا إلا لأن الإنسان يغطي بالشبهات والشهوات هذه الفطرة التي فطره الله عليها، لأن أصل معنى الكفر هو الستر والتغطية. الزراع يقال لهم كفار لأنهم بالزرع يغطون الأرض. الكفر يغطي الجنط، الكفر يغطي الجنط. فالكفر في أصله الستر والتغطية. ومنه ما شاع في مصر من تسمية بعض البلاد الزراعية كفر كذا كفر كذا، يعني أرض زراعية
لأنها بالزرع غطيت. فالكفر أصلا معناه الستر والتغطية، وسمي ما يقابل الإيمان كفرا لأن صاحبه يستر الفطرة التي ركزها الله في النفوس من الإقرار بأن الله موجود. فكل إنسان مفطور على الإقرار بأن الله موجود، فكونك تأتي وتجعل الموضوع هو الإقرار بوجود الله هذا خروج من الموضوع عن سبيله، وخروج عن المعنى الذي قرره الله سبحانه وتعالى والذي من أجله أرسل الرسل، وهو عبادته سبحانه دون سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانتبهوا لهذه القضية، حتى أن بعض أولادنا الصغار يقولوا يعني هذا مؤمن لأنه يقول الله، نقول له لا يلزم من قوله الله ومن إقراره بوجود الله أن نقول عنه مؤمن أو موحد. والمصيبة لما تحصل من رجل ينتسب إلى الإسلام ويؤلف كتاب ويدير الكتاب ويجعل الكتاب بعنوان التوحيد، والكتاب كله موضوعه تقرير أن الله موجود، فكأن التوحيد هو فقط هذا المعنى. لا، هذا غير صحيح، وهو خروج عن ما أرسل الله به الرسل. في سورة الأعراف ذكر الله لنا الأنبياء، يقول سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن القضية في توحيد الألوهية، أن تفرد الله وحده سبحانه وتعالى بالعبادة دون سوى، هذه القضية. ليست القضية فقط تقرير أن الله موجود، ليست القضية فقط تقرير دلائل وجود الله في الكون، لا، القضية هي في إفراد الله وحده بالعبادة دون سواه. أيضا من الشبه أن بعض الناس يقول التوحيد في القلب فلا يراعي ما ينافيه أصلا أو كمالا من الألفاظ أو الأعمال، وهذا يحصل معنا كثير، نتناقش مع بعض الناس نقول له يا أخي هذا خلاف التوحيد، يقول لي يا أخي التوحيد في القلب، ونحن نقول لا يكون التوحيد توحيدا إلا إذا كان في القلب ونطق به اللسان وعملت به الجوارح. لابد أن تعتقد في قلبك إفراد الله بالعبادة وبالربوبية وبالأسماء والصفات، وينطق لسانك بهذا. ولذلك أجمع العلماء أن الإنسان لا يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا إلا إذا نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يعمل بالجوارح بمقتضى هذا التوحيد، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هل هناك أحد يقول أنا كالصحابة في إيماني وفي توحيدي؟ لا أحد يقول. ومع ذلك لما جاء صحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما شاء الله وشئت، وجاء آخر وقال يا محمد إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غاضبا أجعلتني لله ندا؟ ليش ما قال الرسول هذا الصحابي وإيمانه الصحيح في قلبه ما يضر خطأ اللسان؟ لا، التوحيد لابد أن يظهر أثره في لسانه. مما ينافي التوحيد أن تصف الرسول بصفات الله، مثل ما نسمع بعض الناس يقولون دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكم من علمه الدنيا وضرتها، ومن علمه ما في اللوح والقلم. هل يصح أن يقال هذا عن الرسول؟ لما نجي نناقشهم نقول لا، احنا قلوبنا نعرف ان الله الله والرسول رسول،
أو نعتقد نقول هذا ينافي التوحيد. لابد أن تفرد الله في علمه، فالله لا شريك له في علمه. أنت حينما تدعي أن علم الرسول مثل هذا العلم كأنك جعلته شريكا لله، ندا لله. يا أخي هل تعلم أنك مع شهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامتك للصلاة وصومك رمضان وحجك البيت قد تخرج من الإسلام بكلمة تقولها لا تلقي لها بالا؟ والدليل على ذلك ما ذكره الله لنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة عن أولئك النفر من الصحابة الذين استهزأوا بالقراء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبروا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، فاستهزأوا فحكم الله بكفرهم بعد إيمانهم. قد كفرتم بعد إيمان، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت الله لهؤلاء النفر الإيمان فقال بعد إيمانكم، وجعل السبب الذي أخرجهم من هذا الإيمان هو هذا الاستهزاء بهذه المقولة. فإذا يا عبد الله احفظ عليك لسانك، احفظ عليك لسانك، لا تكون موحدا وأنت بلسانك مشركا. عن معاذ بن جبل أنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج البيت. قال أفلا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الإسلام وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. قال أفلا أدلك على مجامع الخير كله وذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه قال أمسك عليك هذا، يعني راقب لسانك وألفاظك، لا تقول أنا إيماني في قلبي وأقول اللي أقوله، لا، راقب لسانك. قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن ما في شيء اسمه أنا أقول بلساني شيء وقلبي شيء ثاني، لا، لن تكون موحدا إلا إذا ضبطت الألفاظ والعبارات بالضوابط الشرعية. فلا تصف الرسول ولا تصف أحد بما هو من حق الله سبحانه وتعالى. لا تقول يا أخي إيماني في قلبي، توحيدي في قلبي، أنا أفعل وأتكلم، لا لا لا، هذا خطأ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن المناط هو القلوب، لا لا، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كان قلبه صالح يكون ما يظهر منه صالح من القول ومن العمل. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ما يظهر من القول والعمل مرتبط بما يكون في القلب. قال وألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أنت كنت تدعي أن التوحيد في القلب وأن الإيمان في القلب، لو كنت صادقا لظهر أثر هذا من التعظيم لله ولرسوله بالمحل الذي أمرك به الشارع دون زيادة ولا نقصان. إذن هذه القضية التي يثيرها بعض الناس خطأ، ولذلك اهتم العلماء ببيان هذه الألفاظ الموهمة التي تجري على ألسنة الناس. قد يقول الرجل كلمة، ذكرنا قبل قليل حديث الأنواء، كلمة قالها الصحابة أمطرنا نوء كذا وكذا، فقال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواء أو بالنجوم.
واليوم يا إخواننا كثر عند الناس مع هذه الأحداث الكبيرة العالمية إطلاق عبارات لا تليق. حضارة من أفضل الحضارات ومن أعلاها حضارة ضاعت، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما خلق مثلها، فينا الله أزالها، ما خلق مثلها وزالت. فلا يجي في بالك شيء زي كده، انتبه لعباراتك، انتبه لألفاظك في كل هذه الموضوعات حتى يسلم لك التوحيد. الشبهة الرابعة أن بعض الناس إذا سمع العلماء يتكلمون عن أمر التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ويحذرون من الشرك في التوسل وفي بغير الله سبحانه وتعالى، في التوسل بغير أسماء الله وصفاته وبغير دعاء الصالحين وبغير الأسماء والصفات التي لله عز وجل، وهذه أنواع التوسل المشروعة الثلاثة وما عداها فهو باطل. إذا سمع العلماء يتكلمون في مثل هذه الموضوعات يقول هذا الكلام في هذه الموضوعات في الشرك الساذج، أما الشرك الحقيقي فهو الشرك في الحاكمية أو الشرك في الأمور السياسية. نقول هذا الكلام خطر كبير، هذا الكلام خطر كبير، وكأن الأنبياء كلامهم كله في التوحيد الساذج، وكلامك أنت وأمثالك من الدعاء الذين يسمون الدعاء في هذا التوحيد العظيم كأنكم أنتم في مكان أعلى من مكانة الأنبياء. والواقع أن كل ذلك من التوحيد، وبيان خطورة هذه الأمور من الشرك التي تنافي التوحيد. فلا ينبغي للإنسان أن يهون بشيء مقابل شيء، فأقول هذه مغالطة، فإن الشرك جميعه شرك بأي صورة كان، ينبغي للمسلم أن يحذر منه ويحذر الناس من الوقوع فيه، وكل صور الشرك والكفر مما يعظم أمرها ويخوف الناس من الوقوع فيها. والواقع أن الشرك بالقبور والأصنام والتماثيل والصور من الشرك الذي لا زال إلى اليوم موجودا، فالتهوين به تهوين بتوحيد رب العالمين. وليتق الله قائل هذا الكلام، فهل يقول قائل إن الأنبياء كانوا يشتغلون مع أقوامهم في رد هذا الشرك الساذج وأن هؤلاء الدعاء اشتغلوا برد الشرك الحقيقي؟ سبحانك ربي ما أظلم هذه الكلمة. أيضا من الشبهات الشائعة عند الناس أنك إذا سألت الرجل ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يقول معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله، أو لا موجود إلا الله. وهذا المعنى وهذا المعنى باطل. نحن قررنا قبل قليل أنه معنى الألوهية إفراد الله بالعبادة، وأن التوحيد لابد فيه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلما تفسر أنت شهادة أن لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ولا مخترع ولا مدبر الكون إلا الله، هل أنت فسرت هذه العبادة بمجموعة التوحيد ولا بنوع واحد؟ بنوع واحد. إذن هذا التفسير خطأ وباطل. التفسير الثاني الشائع لا إله موجود إلا الله، أي كل الآلهة الموجودة هي الله. هل هذا المعنى أحد يصيغه؟ هذا المعنى باطل، لأنه يؤدي إلى معنى من معاني الوجودية والحلولية الذين يعتقدون أن الله موجود في كل شيء، وهذا باطل. إنما التفسير الصحيح لا إله بحق أو يستحق أن يعبد إلا الله وحده دون سوى، فاحذروا من مثل هذا التفسير لهذه الكلمة. أيضا من الشبهات التي تلتبس على بعض الناس في أمر التوحيد أن بعضهم يقول أنا أعظم الرسول وأحب الرسول، فيطري الرسول ويبالغ في مدحه إلى الحد الذي يساويه بالله من حيث لا يشعر، وهذا خطر عظيم يخالف التوحيد ويخالف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام من حقه علينا أن نؤمن به وأن نطيعه وأن نتبعه وأن نرضيه ونحبه
ونسلم لحكمه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومما أمرنا به الرسول ترك الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فليس من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله المبالغة في مدح الرسول وإطرائه إلى الحد الذي تخرج به إلى طريقة النصارى في مبالغتهم وغلوهم في نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشبهة الأخيرة: ظن بعض الناس أن التوحيد وحكمه يثبت للمرء بدون عمل. فبعضهم يقول: يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا رسول الله، وتلاقيه لا يصلي لا يصوم لا كذا، فهو يظن أنه بمجرد الشهادة ضمن الجنة وضمن البراءة من الشرك وضمن البراءة من النار، وهذا خطأ. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أو أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله فقط، قال خالصا من قلبه أو نفسه. فاشترط إيش؟ الإخلاص. ولا تكون الشهادة مخلصة وأنت عملك لا يصدق ما في قلبك، لأن الرسول يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان التوحيد في قلبك خالصا لله لابد أن يصدقه العمل. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيذنا جميعا من أسباب غضبه ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين ويولي عليهم خيارهم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.